سفارة بلادنا في أنقرة تؤكد ضرورة توخي الحذر، وتعلن أكثر من 100 متضرر من رعاياها، وإدارة الكوارث والطوارئ التركية تؤكد ارتفاع عدد الوفيات إلى أكثر من 9000 ضحية، وتجاوز عدد المصابين 50000، وضربات زلزالية جديدة في تركيا وفلسطين. أهلا بكم. بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي برقية عزاء ومواساة إلى أخيه رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا مخلفا الآلاف القتلى والمصابين. وأعرب الرئيس العليمي باسمه وأعضاء المجلس وشعبنا عن عميق الحزن وخالص التعازي للرئيس أردوغان وأسر الضحايا والشعب التركي بهذه الكارثة الأليمة، سائلا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل والعودة السليمة للمفقودين. إلى ذلك أعلن سفارة بلادنا في العاصمة التركية أنقرة عبر بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أنها تتابع باهتمام كبير أوضاع أبناء الجالية والطلاب في المناطق المتضررة. وأضاف البيان بأن السفارة تتواصل بشكل يومي مع رئاسة اتحاد الطلاب في المناطق المنكوبة، وتحسب لحدوث أي تطورات تدعو السفارة عبر بيانها الجالي بتوخي الحذر والالتزام بتعليمات السلامة المعلنة من قبل الجهات المعنية. وخصصت السفارة أرقام للتواصل على مدار الساعة بحسب البيان. واختتمت السفارة البيان معربة عن خالص العزاء والمواساة للرعاية المتضررين والحكومة والشعب التركي من جراء الكارثة. وفق مصادر إعلامية بلغ عدد المتضررين 104 يمني بينهم عدد من المفقودين. وكشف سفير بلادنا في تركيا أن هناك 3 أسر يمنية تحت الأنقاض تمكنت السلطات من إخراج بعضها، وأشار بأن أكثر من 300 من الرعايا يقطنون المناطق التي ضربها الزلزال، حيث أعلن عن تشكيل لجان تتابع أوضاعهم مؤكدا أهمية التعاون مع السلطات وتزويد اللجان المعنية بالمعلومات حال توفرها. وفي آخر تحديث للحالة الزلزالية، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية بالعاصمة أنقرة أنه في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 حدث ما مجموعه 700 هزة زلزالية، وذكرت أن عدد الوفيات تخطى حاجز 9000 ضحية، وارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 52000 مصاب والأرقام في ازدياد، وتم إنقاذ أكثر من 8000 شخص من تحت الأنقاض مع انهيار أكثر من 6000 مبنى، منوها بأن الجثامين التي لا يتم التعرف على أصحابها ستدفن بعد 24 ساعة من انتشالها، مشيرة إلى وصول أكثر من 5000 فرد من دول أخرى جاءوا للمساعدة في جهود الإنقاذ، وأن معظم الطرق فتحت أمام وصول الدعم اللوجستي، مؤكدة مواصلة أنشطة البحث والإنقاذ التي تقوم بها الفرق في مناطق الزلزال دون انقطاع، وأنها لا زالت تعثر على ناجين رغم تجاوز بقائه أكثر من 60 ساعة تحت الأنقاض. وفي ذات السياق أشارت أنباء مسؤولة عن ضربات زلزالية تكررت في 24 ساعة الأخيرة، حيث وقعت هزة أرضية بقوة 4 درجات و18 درجة بمقياس ريختر ضربت مدينة نابلس شمال الضفة الغربية وشعر بها سكان المدن المجاورة، وبعمق 10 كيلو متر وكان مركزها على بعد 13 كيلو متر شمال مدينة نابلس. في حين أعلنت إدارة الطوارئ التركية أيضا عن موجة زلزالية جديدة بقوة 4 درجات تضرب ساحل هطاي جنوبي تركيا. الزلزال وقع على عمق نحو 7 كيلو متر ومركزه يبعد مسافة 71 كيلو متر عن الساحل، ما تسبب بحالة ذعر شديدة بين أوساط السكان من تكرار تهدم المنازل بالكامل. لذلك تواصل عددا من الدول العربية تقديم مساعدات إغاثية لإنقاذ مواجهة آثار كارثة الزلزال الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا وأدى إلى وقوع آلاف من القتلى والجرحى ومئات الآلاف من المفقودين والمنكوبين وتدمير مئات المباني فوق رؤوس قاطنيها، حيث أعلنت دولة الإمارات عن وصول طائرتان تحملان مساعدات إنسانية إلى مطار دمشق ضمن عملية الفارس الشهم 2 تشمل في مرحلته الأولى 12 طنا من المواد الإغاثية وعددا من الخيم لإيواء 216 متضررا، كما سيرت الإمارات شحنة المساعدات إلى جمهورية تركيا لمواجهة الكارثة، فيما أعلنت الدولة السورية عن وصول 3 طائرات مصرية و3 طائرات جزائرية وطائرات ليبية وأردنية ولبنانية وطائرتان عراقيتان محملة بالمساعدات الإنسانية وإغاثية ومواد طبية وخيام لمساعدة المتضررين،
كما قدمت جامعة دمشق والمستشفى السعودي الألماني بدبي فرقا تطوعية طلابية مع مساعدة طبية. وبحسب وكالة الأنباء السورية أن عدة دول أعلنت عن استعدادها في تقديم المساعدات المطلوبة للتخفيف عن الأضرار التي لحقت بالضحايا. الحلول والمبادرات الترقيعية التي قادها المجتمع الدولي والإقليمي في بلادنا لم تحقق السلام العادل والشامل حسب ما أدلى به مجلس الانتقالية الجنوبي على طاولة المباحثات مع المبعوث الأممي تزامنا مع وصول سفير الإمارات للعاصمة عدن. تسلم رئيس مجلس القيادة الرئاسي بقصر معاشيق في العاصمة عدن أوراق اعتماد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد محمد حمد الزعابي. وعقب ذلك عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه عضو المجلس عبد الرحمن المحرمي لقاء بالسفير الزعابي، تطرق إلى مستجدات الوضع على الساحة اليمنية والجهود الإقليمية والدولية لاستعادة مسار العملية السياسية في ظل تعنت الميليشيات الحوثية الإرهابية. وأشاد الرئيس العالمي بالعلاقات الثنائية العريقة بين البلدين وبالموقف الإماراتي المشرف قيادة وحكومة وشعبا إلى جانب شعبنا وقيادته السياسية، بما في ذلك التضحيات المشهودة للجيش الإماراتي في المعركة المستمرة لإنهاء التمرد الحوثي في البلاد. وقالت مصادر مطلعة أن وصول السفير الإماراتي للعاصمة عدن يأتي من أجل الدفع بالعملية السياسية نحو السلام الشامل مع قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي تزامنا مع تواجد المبعوث الأممي في العاصمة عدن. وفي ذات السياق عقد لقاء بمقر الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي في العاصمة عدن، جمع قيادات من المجلس الانتقالي بالمبعوث الأممي لبلادنا السيد هانس غورتنبرغ، ناقش تطورات العملية السياسية وجهود إنهاء الحرب التي تقودها الأمم المتحدة. أي مساع للاتفاق بشأن تجديد الهدنة وفقا لشروط ميليشيات الحوثي لا تراعي مطالب وتطلعات شعب الجنوب المتمثلة بحل الدولتين لن تحقق تهدئة ولا تهيئ لسلام مستدام. هكذا قال الأمين العام للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي وزير الدولة أحمد لملس. المجلس الانتقالي الجنوبي أكد حرصه على الانخراط في الشراكة مع المجتمع الدولي لحماية المدنيين والمصالح الدولية في الجنوب وتطبيع الأوضاع في العاصمة عدن بعد الهجمات الحوثية المتكررة على المنشآت الاقتصادية في البلاد، منوها بأهمية فك الحصار الراهن على تصدير النفط ومعالجة قضية موجات النزوح واللجوء في عدن والمحافظات المحررة. المبعوث الأممي الذي جاء للعاصمة عدن بحثا عن خيارات أخرى لإنهاء الحرب على طاولة المجلس الانتقالي الجنوبي أكد أنه لا بديل عن مفاوضات شاملة تستوعب كافة الأطراف والقضايا على الساحة شمالا وجنوبا، منوها بأهمية ومحورية قضية الجنوب في العملية السياسية القادمة، وهو الذي لم يتطرق لها مسبقا في اجتماعاته مع الأطراف الأخرى. المجلس الانتقالي الجنوبي أكد ولأكثر من مرة حرصه على دعم وتيسير الجهود الدولية للعملية السياسية الشاملة لإنهاء الحرب وإحلال السلام، إلا أن المجتمع الدولي لا يزال يتماهى مع جماعة الحوثي الإرهابية ولم تصدر أي قرارات تلزم تلك الميليشيات بالتعاطي الإيجابي مع عملية السلام الشامل والعادل للجميع. إلى ذلك قال رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي في سلسلة تغريدات على تويتر أن تعبير الناس والنخب السياسية عن مخاوفها أمر طبيعي ولا يصح أن تتحول هذه المخاوف إلى حالة من الإحباط. وأضاف الغيثي أن السلام الشامل والعادل والدائم مبتغى الجميع،
غير أن هذا السلام لم تحققه الحلول والمبادرات الترقيعية التي قادها المجتمع الدولي والإقليمي على حد وصفه، مشيرا إلى أن المصالحة والسلام يبدأ بتصميم إطار لعملية شاملة، إطار يتضمن معالجات حقيقية لجذور الأزمة واعتبارات الواقع يشارك فيه الجميع لضمان ديمومته، داعيا إلى خطوة جادة نحو السلام. وخلال لقاء سفير المملكة هولندا لدى بلادنا بيتر ديرك هوف، أكد الممثل الخاص لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي للشؤون الخارجية عمرو البيض أن المجلس يتعاطى بشكل إيجابي مع كل مبادرات السلام، كما تطرق اللقاء إلى آخر المستجدات على الساحة الوطنية بما يخص العملية السياسية والأوضاع في الجنوب عموما وفي محافظة حضرموت على وجه الخصوص، وكذا مناقشة الوضع الاقتصادي في ظل الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد. نشرتنا متواصلة وفيها أيضا الوزير الزعبري يؤكد على مبدأ التنسيق مع الجهات المختصة في الوزارة عند تنفيذ البرامج والمشاريع. المكتب التنفيذي بساحل حضرموت يناقش الأوضاع الصحية ويوجه بعقد اجتماع استثنائي للوقوف أمام غلاء الأسعار والمعيشة. الأمين العام للمجلس المحلي بحضرموت والقائم بأعمال السفارة الصينية يطلعان على سير عمل عدد من مصانع الأسماك بالشحر. أهلا بكم من جديد. بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري مع نائب الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان السيد هشام نهرو تحديث البرامج الخاصة بقطاع المرأة، أبرزها قضايا النوع الاجتماعي والعنف ضد الفتيات والحماية والتمكين. ودعا الوزير الزعوري ممثل الصندوق إلى توطيد العلاقة مع الوزارة لخلق أدوات فعالة لمعالجة مثل هذه القضايا، وكذا المضي قدما لتنفيذ الخطة الوطنية للمرأة السلام والأمن تنفيذا لقرارات دولية ذات الصلة، مؤكدا على مبدأ التنسيق مع الجهات المختصة في الوزارة عند تنفيذ البرامج واختيار الشركاء المحليين وفقا للبيانات المتوفرة في الدليل الرقمي لمنظمات المجتمع المدني الخاص بالوزارة والتي تحدد المؤسسات والجمعيات المصرح لها بالعمل بموجب القانون. من جهته أكد السيد هشام نهرو حرص الصندوق على المضي قدما في خلق علاقات شراكة متميزة مع الوزارة من أجل خدمة المستفيدين من المشاريع. ناقش اجتماع عقد في العاصمة عدن وضم وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد بديب والمالية سالم بن بريك رئيس جامعة عدن ناقش تنفيذ المشاريع الممولة خارجيا في جامعة عدن، وتطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لتنفيذ مشروع المستشفى التعليمي الذي توقف بسبب توقف السحب من التمويلات المقدمة من الصندوق العربي، كما تناول الاجتماع مستوى سير تنفيذ مشروع تجهيز مباني مختبرات كلية الصيدلة ومختبر البحث الجنائي بكلية الحقوق في جامعة عدن. وأكد وزير التخطيط أهمية الدور الريادي الذي يلعبه الصندوق العربي عبر تقديم التمويلات من المنح والقروض بمساهمة تنفيذ المشاريع التنموية والبنية التحتية، مشددا على ضرورة التزام الحكومة بدفع قسط الصندوق العربي من أجل استئناف السحب من التمويلات المقدمة من الصندوق البالغة حوالي مليار دولار واستفادة منها بتحريك عجلة التنمية.
شدد وزير التربية والتعليم طارق العكبري على عدم السماح بأي تجاوزات واخلالات في مشروع التغذية المدرسية، وكذا ضرورة العمل في مختلف الجهات وفقا لتفاهمات واضحة وسليمة. وأكد الوزير العكبري للقاء بالعاصمة عدن القائم بأعمال مدير برنامج الغذاء العالمي بمكتب عدن السيد محمد شيخ على حرص وزارة التربية على العمل مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالنظام المحدد وعدم تجاوزها تحت أي إطار، موضحا أن العمل بمشروع التغذية المدرسية خلال الفترة الماضية وما رافقه من تحديات وصعوبات يجب معالجتها بصورة سليمة من أجل الاسهام في تعزيز تدخلات البرنامج في قطاع التعليم. من جهته أكد السيد محمد شيخ على حرص المنظمة على استيعاب كافة الملاحظات والعمل على التعاون المشترك بين الجانبين. مطالبات شعبية بعدن والمناطق المحررة تطالب بإقالة رئيس حكومة المناصفة بالتزامن مع استمرار حالة التدهور المتسارعة في ملفات الخدمية والاقتصادية وسط مؤشرات بكارثة اقتصادية وشيكة ستلقي بظلالها على المواطنين. تفاصيل أوفى في التقرير الذي أعده زميل نشوان نصر من العاصمة عدن، نتابع. ليست من الصدفة أن ينتفض الشعب ويتصاعد غضبه مطالبا بإقالة رئيس الحكومة الذي عانت البلاد من تدهورات عديدة أثناء فترة حكمه، حيث شهدت منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حملة تصعيدية تطالب بإقالة معين عبد الملك يقودها المجلس الانتقالي الجنوبي. رئيس وزراء لا ينفع أن يكون رئيس وزراء نتيجة للأوضاع السيئة التي آلت إليها البلاد نتيجة فترة حكمه. وجاءت هذه المطالبات بالتزامن مع استمرار حالة التدهور المتسارعة في الملفات الخدمية والاقتصادية وسط مؤشرات بكارثة اقتصادية وشيكة ستلقي بظلالها على المواطنين، خصوصا بعد توقف تصدير النفط بسبب هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية على المواقع السيادية في البلاد. احنا طالبنا مرتبات ما جابوا لنا، وطالبنا بحقوق، يعني الشعب الجنوبي كله بيطالب بحقوق، يعني ما فيش أي استجابة للآن، ما حصلنا إلا الويل والثبور من بعد هذا الرجل. قرار خلية الأزمة بقيادة معين عبد الملك برفع سعر الدولار الجمركي أثرت هذه الموجة من المطالبات برحيله كونها مثلت جرعة قاتلة بحق الشعب المغلوب على أمره والرافض لبقاء هذه الحكومة التي ضاعفت من معاناته. رحت تشتري دولار قال لي ب 127 ألف ريال يمني، بالله عليك إيش بستفيد أنا؟ رحنا نشتري راشن قال طالع، لأنه إيش زيدوا الجمارك. طيب أنا كمواطن إيش ذنبي؟ رحت أعبي غاز قال ب 13500، رحت أعبي بترول قال ب 19600، عادوا نزلناه، يعني كله أنا أدفعه كمواطن، ايش سوت لي الدوله. الغضب الشعبي من اداء الحكومه الحاليه سيتواصل ببقائها في حال لم يستجب المجلس الرئاسي للمطالبات الشعبيه والرسميه المطالبه برحيل ومحاسبه رئيس الحكومه. نشوان نصر لقناه المكلا من العاصمه عدن. ناقش المكتب التنفيذي بساحل حضرموت في اجتماعه برئاسة محافظ المحافظة مبخوت بن ماضي تقرير المكتب وزارة الصحة تضمن مستوى الخدمات المقدمة لشبكة المرافق الصحية الحكومية المنتشرة في جميع المدن والقرى، واستعرض الاجتماع تقريرا عن أوضاع هيئة مستشفى ابن سينا والأقسام الطبية التابعة لها للعام المنصرم وسبل فتح عيادات مسائية للتخصصات الفنية العلاجية وسلسلة المخيمات الطبية. وشدد الاجتماع على ضرورة فحص شهادات مزاولة العمل القادمة من الخارج وتشكيل لجنة طبية لضبط صرف التقارير الطبية للمحتاجين للعلاج في الخارج، والسعي لإنشاء مركز للسرطان في المحافظة للتخفيف عن المرضى. وجه محافظ حضرموت بعقد اجتماع استثنائي للمكتب في القريب العاجل للوقوف أمام غلاء الأسعار ومنها ارتفاع أسعار الأسماك في السوق المحلي وأسباب شحتها وتحسين خدمة الاتصالات والإنترنت. قام الأمين العام للمجلس المحلي بحضرموت صالح العمقي ومعه القائم بأعمال السفارة الصينية لدى بلادنا السيد تشاو شينغ بزيارة إلى مديرية الشحر للاطلاع على سير عمل ونشاط عدد من مصانع التاريب وتغليف الأسماك والصناعات السمكية. واطلع الأمين العام والسيد تشاو شينغ على أهمية النتاج اليومية مصنع الوطنية لتعليب وتغليف الأسماك، واستمعا إلى شرح حول صناعة الطحن للأسماك في المصنع وقدرة إنتاجيته التي قدرت ب 120 علبة من أسماك التونة يوميا. كما اطلع الأمين العام والسيد تشاو شينغ على العملية الإنتاجية
بمصنع شركة التميمي للأسماك بالشحر وتعرفا على العملية الإنتاجية للمصنع التي تقدر بثلاثين طن من الأسماك المجمدة والطازجة بشكل يومي. إلى ذلك تفقد الأمين العام والوفد الصيني مجمع العمق للصناعات السمكية مطلعان على المصانع التي يحتويها لطحن الأسماك والتصدير المجمد والمجفف منها، وتعرفا على العملية الإنتاجية لمجمع بقدرة 50 طن يوميا. سلم وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق مشروع صيانة وإعادة تأهيل للشوارع الداخلية لحي العمال بمدينة المكلا للبنك الدولي الممول للمشروع عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. وأطاف الوكيل بارزيق بمندوب البنك الدولي ومندوبين على الجهة المنفذة طاف بهم على الشوارع التي سيتم تنفيذ المشروع فيها. وخلال تفقد الشوارع المستهدفة قال مدير عام مكتب الأشغال المهندس صالح العمري أن هذا المشروع يستهدف 6 شوارع حيوية وسيعمل على سفلتتها وإعادة صيانتها من جديد مع دراسة وجود منافذ خروج لمياه السيول والأمطار، مضيفا بأن المشروع يعتبر من المشاريع الحيوية والتي ستسهم بشكل كبير في الحد من الحوادث والازدحامات المرورية نظرا لكثرة الحفريات فيها وتأخر الصيانة منذ سنوات. أكد قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن طيار فايز التميمي على ضرورة التحلي باليقظة والحس الأمني العالي والضبط والربط العسكري للحفاظ على ما تحقق من إنجازات عسكرية وأمنية في حضرموت. وحث اللواء التميمي خلال كلمة له أمام الضباط وأفراد الكتيبة الخاصة أثناء زيارته التفقدية للاطلاع على سير عمل منتسبي الكتيبة، حث إياهم على الالتزام بالعمل العسكري الوطني بعيدا عن التجاذبات والممحكات التي من شأنها عرقلة كافة الجهود المبذولة في خدمة المحافظة، مشيدا بالمستوى العالي للجاهزية القتالية لمنتسبي الكتيبة وتسلحهم بالروح المعنوية العالية التي تمكنهم من أداء العملية في كل الظروف عكس صورة نموذجية مشرفة لقوات النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية. شدد محافظ المهرة محمد علي ياسر على ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي والحرص على أداء الواجب الوظيفي وكذا التقييم والرقابة وأهمية التأهيل والتدريب للموظفين ورفع حوافظ الدوام والتقارير الانضباط. جاء ذلك خلال جولته التفقدية للإدارات والمكاتب التنفيذية بديوان المحافظة للاطلاع على مستوى الانضباط الوظيفي. واستمع المحافظ خلال الزيارة لمدراء العموم إلى طبيعة سير العمل والصعوبات التي تواجههم وما تم إنجازه خلال عام المنصرم وخطة العام الحالي، وحث المحافظ بن ياسر مدراء العموم والموظفين على بذل المزيد من الجهود لما من شأنه تحسين مستوى الأداء كل في مجال تخصصه، موجها بتذليل كافة الصعوبات وتقديم التسهيلات الممكنة للارتقاء بمستوى الأداء في جميع الوحدات والإدارات الحكومية. استشهد ضابطان وأصيب 5 جنود من القوات المسلحة الجنوبية في تفجير غادر لتنظيم القاعدة الإرهابي استهدف مركبات عسكرية في مديرية موديا بمحافظة أبين. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الجنوبية المقدم محمد النقيب أن التفجير لعناصر إرهابية من تنظيم القاعدة استهدف مركبات عسكرية في منطقة البقيرة بمديرية موديا في محافظة أبين. وأضاف أن الانفجار أسفر عن استشهاد ضابطين هما رئيس عمليات اللواء الخامس دعم وأسناد وركن عمليات الكتيبة الأولى في اللواء، وأشار أن الاستهداف الإرهابي وقع أثناء تنفيذ القوات العسكرية المهام الموكلة إليها بملحقة وتتبع بقايا العناصر الإرهابية في المنطقة. هذا وتشن القوات الجنوبية عمليات عسكرية واسعة منذ عدة أشهر ضد عناصر تنظيم القاعدة النشطة في عدد من المناطق النائية في محافظة أبين. ختام النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الوزير الزعوري يؤكد على مبدأ التنسيق مع الجهات المختصة في الوزارة عند تنفيذ البرامج والمشاريع. المكتب التنفيذي بساحل حضرموت يناقش الأوضاع الصحية ويوجه بعقد اجتماع استثنائي للوقوف أمام غلاء الأسعار والمعيشة. الأمين العام للمجلس المحلي بحضرموت والقائم بأعمال السفارة الصينية يطلعان على سير عمل عدد من مصانع الأسماك بالشحر. نشرتنا الإخبارية انتهت، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.